اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن اهم الارقام واهم نقاط الضعف والقوه في منتخب غانا في مباراه اليوم. دكتور احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مبارك كله الحمد تمام. تمام الحمد لله. خلينا نتكلم عن منتخب غانا على طول. تمام. منتخب غانا طبعا يمكن مقارنه ما بينه كده وما بين منتخب مصر الحالي، منتخب غانا قيمته التسويقيه 3.7 مليون، يعني حاجه صغيره بالنسبه لمنتخب مصر قيمته التسويقيه 11 مليون يورو. احنا اعلى قيمه تسويقيه. متوسط الاعمار احنا اكبر، احنا 22 سنه هم 21 و3. اغلى لاعب عندنا طبعا رمضان صبحي، هم الناحيه الثانيه عندهم عيسى عباس الجناح الشمال قيمته التسويقيه 1.25 مليون، احنا عندنا رمضان 5 مليون. طبعا المدرب بيدربهم المدرب ابراهيم تناكو، والناحيه بيدربنا كابتن شوقي غريب. هم في المباراه الاولى تعادلوا مع الكاميرون وحصلوا على نقطه، واحنا كسبنا مالي وحصلنا على 3 نقط. ده يمكن مقارنه كده سريعه ما بين هنا وهنا. لو بصينا بقى على طريقه لعب ابراهيم تناكو مدرب غانا والتشكيله، يمكن هم منتخب غانا بيلعبوا ب 4-1-4-1. هنبص عليها هنلاقي ان هم في حراسه المرمى ال 4-1-4، ادي الاربعه اللي ورا، واحد ارتكاز والاثنين دول. الطريقه دي بتديهم ميزه وبتديهم عيب. بتديهم ميزه ان هم عندهم الاثنين اللي هو الاجنحه، يمكن لو عرضنا التشكيله هنلاقي ان هو الاربعه اللي تحت الفيرويد ايفانز منسال اللي هو رقم 20، اللي جنبه يا يبوا رقم 10 بيلعب في سالتا فيجو. الاثنين دول اخطر اثنين لعيبه في الفرقه. اللي هو الجناح اللي ناحيه اليمين ويا يبوا، وقدام اوسو كوابينا. اوسو كوابينا رقم 7 مهاجم كورتوبا الاسباني، ده عنده المستين ان هو ممكن بيلعب زي مثلا كهربا كده، بيلعب حته المهاجم وبيلعب الجناح اكتر من زي صلاح محسن، بيلعب حته المهاجم بيلعب حته الجناح. اوسو كوابينا ده لاعب في المنتخب الاول لمنتخب غانا رقم 7. يبقى اخطر 3 لعيبه عندهم رقم 20 ايفان زمانسا بيلعب في فنلندا، يا يبوا رقم 10 بيلعب في سالتا فيجو الاسباني، واوسو كوابينا رقم 7 اللي هو بيلعب في كورتوبا الاسباني. يمكن لو بصينا على السبوره هنلاقي ان الطريقه دي ايه ميزتها؟ ميزتها ان هم الاثنين دول اللي هم الاجنحه، الاثنين دول بيلعبوا بقدمهم اليسرى سواء ايفان زمانسا او يا يبوا. اذا هتبقى في الجبهه الشمال على احمد ابو الفتوح. النهارده في صراع مهم جدا، النهارده نقطه قوه منتخب مصر الجبهه الشمال اللي فيها رمضان صبحي واحمد ابو الفتوح، وهم نقطه قوتهم الجبهه اليمين عندهم اللي هي فيها ايفان زمانسا ويا يبوا. الاثنين بيلعبوا بقدمهم اليسرى، الاثنين مميزين جدا بعمليه الاختراق، الاثنين عندهم حته التسديد. فالجبهه دي النهارده اللي هيكسب صراع الجبهه اليسرى لمنتخب مصر اللي فيها احمد ابو الفتوح ورمضان صبحي، وفيها في منتخب غانا يا يبوا وايفان زمانسا، اعتقد ان هو هيفوز بالمباراه. دي اول حاجه. النقطة الثانية عندهم ان عندهم نقطة ضعف مهمة جدا 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 في وسط الملعب. بيلعبوا بارتكاز واحد بس اللي هو سيمون زيبو اللي هو رقم 15، ده بيلعب كارتكاز وحيد. الارتكاز الوحيد طبعا بيبقى فيه 4 قدامه، فبيبقى فيه فجوة واضحة جدا في وسط الملعب. النهارده احنا بادئين بعمار حمدي نظرا لغياب ناصر ماهر جنب، هو مش موجود في التشكيل النهارده. ما هو في الشوط الثاني في المباراة اللي فاتت دفع باثنين ارتكاز، اكتشف العيب ده وكان خسران الكاميرون تقدمت عليه 1-0، فبدا يحس ان وسط الملعب متاخد منه، فبدا يعدلها وحولها ل 4-2-3-1. ولكن عندهم مشكله واضحه في وسط الملعب نقدر ان احنا نستغلها، خاصه ان هم بيلعبوا بارتكاز وحيد. دي نقطه مهمه جدا. لو بصينا حتى على الصور اللي هي فيها مشكله العمق الدفاعي هنلاقي ان عندهم مشكله واضحه جدا، يعني التسديد اهو. بص حضرتك بص منطقه اللي هي ال 14 اللي هي الزون 14 اللي دايما بنتكلم عنها، اللي هي بتاعه صانع الالعاب اللي هي على دايره قوس ال 18. الحته دي النهارده هتبقى مفتاح الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله. التسديد الاختراق من عمار حمدي مهم جدا، ان عمار حمدي يجرب يسدد، اكرم توفيق يسدد، ممكن تكسب النهارده بتسديده من على حدود منطقه الجزاء. زي ما شايفين لعيبه الكاميرون هجمه من ناحيه اليمين بتتلعب على حدود منطقه الجزاء، وفي فجوه واضحه جدا في وسط الملعب. لمنتخب غانا الفجوه دي يقدر يستغلها رمضان صبحي بدخوله للعمق، يقدر يستغلها صلاح محسن برده لما اتحول كمهاجم تاني في بعض اللقطات القليله قوي في المباراه الاولى. يقدر ادي الكره بعد ما اتلعبت واضح جدا ان اللعيب اللي هو فرانك افينا مهاجم الكاميرون اللي هو الكره هتروح له قدامه مسافه كبيره جدا واضحه ان هو يسدد فيها. فدي انت النهارده تقدر تستغلها، تقدر تستغل المساحات ديت مهم جدا وسط الملعب بالذات لعيب زي عمار حمدي. عمار حمدي الماتش اللي فات خرج كاكتر لاعب عامل مراوغات نك، اكتر لاعب عامل انطلاقات، اكتر لاعب حصل على اخطاء، ولكن عمار محتاج يكون جماعي اكتر، ومحتاج ان احنا نشوفه بيشوط على الجون كتير. دي النقطه النهارده اللي هتبقى فيصليه في المباراه. لو بصينا زي ما قلنا على الفجوه في وسط الملعب دي نقطه ضعف مهمه جدا. طيب نبص بقى على المقارنات. نبدا بمقارنه ما بين احنا اتكلمنا خلاص عن المنتخب وعن وعن الكابتن، نقارن ما بين ابراهيم تناكا و
شوقي غريب دي اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي المقارنه بتاعه المدربين. خلاص خلينا نروح لرمضان صبحي وعيسى عباس. طبعا الجناح الايسر هنا والجناح الايسر هنا. أيوه. رمضان صبحي 22 سنه طبعا بيلعب في النادي الاهلي، لعب 3 مباريات الموسم ده في الدوري، مسجل 3 وصانع هدف، قيمته التسويقيه هي الاعلى في منتخب مصر 5 مليون يورو، سبق ليه اللعب في ستوك سيتي وهيدرسفيلد. عيسى عباس اللي هو الجناح الايسر هناك لاعب عنده 21 سنه بيلعب في اوتريخت الهولندي، لعب 9 مباريات الموسم ده، احرز هدف وصنع هدف، قيمته التسويقيه 1,025,000 يورو، وهو الاعلى في منتخب غانا حاليا. سبق ليه اللعب في ماينزا وفي الدوري السلوفيني، حصل برضه على الدوري السلوفيني. يمكن دي مقارنه ما بين الجناح الايسر هنا والجناح، ويمكن عيسى عباس ما قدمش مباراه كويسه في الجوله الاولى، والمدرب حتى ما بين الشوطين راح مغيره ومحول زي ما قلنا اللي هو اللعيب رقم 7 عندهم اللي هو اوابينا اللي هو المهاجم، رجعه بدل ما كان بيلعب مهاجم رجعه كجناح ونزل فيرويد. دي الطريقه اللي ايه اللي غيرها ليه، لان عيسى عباس ما كانش موفق في المباراه الاولى، خاصه كمان ان خطوره الكاميرون كانت في الجبهه اليمنى اللي هي فيها الظهير الايمن ميبازيو، وبالتالي خرج الجناح الايسر وحول كوابينا اللي هو المهاجم اللي هو بيلعب في كورتوبا الاسباني، حوله كجناح ايسر بدل ما كان بيلعب كمهاجم. هو عامل تغييرات النهارده في التشكيله الرئيسيه لمنتخب غانا، خليني نقولها بسرعه. كوامي باد حارس مرمى زي ما هو، حبيب محمد، فوسيني زكريا، وإدوارد سربونج، وكينجسلي فوبي، وإيمانويلو موتي، ومايكل وياو يابو، وسامويل أوبيينج، وكوابينا أوسو، وإيفنز منساه. إيفنز منساه مع صلاح محسن. يمكن إيفنز منساه ده واحد من أحرف اللعيبة في منتخب غانا، حتى هو بيعتمد عليه، هو بيلعب كجناح يمين وجنبه هو نفس الطريقه بيلعب 4-1-4-1 بنفس الطريقه اللي حضرتك قلتها، ولكن يعني مايكل جنب اللاعب موتو الاثنين بيتحولوا برضو بيأمن شويه قدام منتخب مصر، عكس قدام منتخب الكاميرون كان بيلعب 4-1-4-1 النهارده محولها ل 4-2-3-1 صريحه من بدايه المباراه. من بدايه المباراه. وعلى اليمين ايفانز منساه، وعلى الشمال صامويل يوبو، وقدام اوسو كوابينا المهاجم بتاع كورتوبا. يمكن المقارنه اللي حضرتك بتتكلم عليها ايفانز منساه واحد من احرف اللاعبين، لعيب حريف جدا 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 اللي هو اللعيب رقم 20، وصلاح محسن بيلعب رقم 7، الاثنين عندهم 21 سنه زي ما قلنا. ايفانز منساه بيلعب في هيلسنكي الفنلندي، لعب 14 مباراه في الدوري، مسجل 4 اهداف، قيمته التسويقيه 200,000 يورو. لكن صلاح محسن طبعا لعب مباراه واحده بس، قيمته التسويقيه 800,000 يورو. ايفانز منساه واحد من احرف اللعيبه في منتخب غانا اللي هو رقم 20 ورقم 10، والاثنين بيلعبوا بقدمهم اليسرى، واحد جناح وواحد بيصنع العاب شويه للعمق، الاثنين دول خطيرين جدا زي ما قلنا. الجبهه اليمنى عندهم والجبهه اليسرى عندنا هي الاقوى هنا والاقوى هنا، واللي هيتفوق هو اللي هيفوز بالمباراه. طيب خلينا نروح لاخر مقارنه بين ياو يبوا ولاعب منتخب غانا، وعمار حمدي لاعب منتخبنا الوطني. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. صانع الالعاب ياو واحد من احرف اللعيبه برضه في منتخب غانا اللي هو بيلعب في سالتا فيجو بي الاسباني، سبق ليه اللعب في مانشستر سيتي وليل الفرنسي، احرز هدف هذا الموسم في الدرجه الثانيه في اسبانيا. من 8 مشاركات، قيمته التسويقيه 800,000 يورو، يعتبر ثاني اعلى لاعب او ثالث اعلى لاعب في منتخب غانا. عمار حمدي عنده 20 سنه، ما لعبش هذا الموسم مع النادي الاهلي، قيمته التسويقيه 300,000 يورو، سبق ليه اللعب طبعا في الاتحاد السكندري ونادي النصر. برايك سريعا جدا، هل يستطيع منتخبنا الوطني النهارده ان يفوز في هذه المباراه ولا لا؟ اعتقد باذن الله، يعني لو لعبنا بالتقفيل، حدينا من خطورتهم في الجبهه اليمنى بشكل كويس جدا، وعالجنا المشاكل او العيوب اللي كانت موجوده في المباراه الاولى اللي هي الربط في وسط الملعب والتحول من الدفاع للهجوم بوجود عمار حمدي، ونلعب جماعيه اكتر من كده، ونشتغل على الاطراف كريم العراقي واحمد ابو الفتوح، نحاول نشغل مصطفى محمد، يمكن مصطفى محمد الكره الوحيده اللي جات له جاب منها هدف. فانت لو شغلته النهارده اكتر من كده اعتقد ان انت تقدر تكسب، خاصه كمان بالكرات الثابته سواء من ضربه ركنيه او من ضربه ثابته. يعني بالمناسبه وانا بتكلم سريعا على مصطفى محمد، انا عايز استرجع ما انت قلته في الحلقه السابقه، انت قلت كلمتين عن مصطفى محمد، ممكن تقولهم لي تاني عشان انا بس هستخدمهم في حاجه بعد نهايه اللقاء. على بعد المباراه ولا القبل؟ بعد المباراه. بعد المباراه يمكن مصطفى محمد واحد، يعني هو مهاجم محطه، مهاجم مميز جدا، واحنا حتى هنا اخترناه، هم اختاروه كرجل المباراه وقلنا ارقامه، مميز مهاجم محطه. هو يعني ميزته الفارق ما بينه وما بين صلاح لا انا عايز اعرف بس الكلمتين اللي انت قلتهم بعد نهايه المباراه السابقه، قلت ايه؟ قلت ان هو مستقبل ايه؟ مستقبل مصر طبعا وايه؟ ونادي الزمالك. بس كده، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. انا دكتور احمد، لان احنا هنتكلم في الموضوع ده بعد نهايه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، النجم الكبير كابتن احمد بلال.